التاريخ للأسف تبين أن في العام 2007 تنظيم الإخوان عمل الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى constructive engagement، يعني الارتباط البناء. وبموجب هذا الاتفاق فإن كده نص أي إخواني على أي بقعة من الأرض يتم التعاون معه. بدايتها كانت في العام 2003، احنا عندنا ناس قواضين سياسيين طبعا امريكيه وطبعا اسلاميه، لا داعي لذكر اسمائهم من قبيل الترفه، فعملوا وساطه بين الاخوان وبين الدول الاوروبيه الغربيه، وكان اجتماع شهير في النادي السويسري بمبابة المنطقه الشعبيه، عشان محدش ياخد باله بقى مبابة سفره، لان سفره دول كبرى رايحه مبابة، وصلناهم وقاعدين بقى ورايحين بقى لمبابة محدش ياخد باله يعني. وابتدى التحالف ده واصفر عن ان بلان بي في الولايات المتحده الامريكيه، طبعا امريكا لم تكن في حاجه الى ان تضحي بنظام مبارك والقذافي بس عشان اللي عارفين، لكن هي بلان بي عشان بس الناس يقول لك ايه اصل هم هم السبب في الثوره وهم الشباب بتاعهم اللي اتدربوا عندهم هم يعني، لا لاخر لحظه هم كانوا متمسكين بالديكتاتوريات القديمه دي، لكن هم ناس بيشتغلوا باسلوب علمي في حاجه اسمها بلان بي وسيم وكل حاجه. وات اف اف تكنيك اسمه كده، يعني ماذا لو، يعني ماذا لو سقط مبارك، ماذا لو مات مبارك، الاخوان المسلمين عنده اتفاق اسمه التحالف البناء، اضطراب الاخوان.